هل نحن عرضة الآن لموجة جديدة من ارتفاع درجات الحرارة ولا التوقعات بتقول إيه يا دكتور؟ خلينا بداية نقول إنه لحد نهاية الأسبوع الحالي درجات الحرارة بالنسبة للقاهرة هتتراوح ما بين 35 ل 36 درجة مئوية ودي بالفعل حول المعدلات الطبيعية المفترض إننا نكون عليها خلال التوقيت ده من العام. يمكن بداية من بكرة تحديدا هتبدأ درجات الحرارة تكون 36 درجة مئوية، لكن مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة كما هو معتاد خلال التوقيت ده من العام، بالتالي متوقع 36 دي المواطن يستشعر بها وكأنها 38 أو 39 درجة مئوية. التوقعات المبدئية بتشير أنه على بدايات الأسبوع المقبل ممكن ترتفع درجات الحرارة كمان بمعدل درجة إلى درجتين على أقصى تقدير، يعني على يوم السبت القادم ممكن ترتفع درجات الحرارة علشان توصل ل 37 درجة مئوية، ودي بالفعل ممكن تكون أعلى من المعدلات بدرجة لدرجتين، لكن زي ما قلت لحضرتك دي توقعات مبدئية وبتشير أيضا أنها مش هتستمر فترة طويلة زي اللي شاهدناها قبل كده، ممكن تبقى يومين أو ثلاثة على الأكثر، ده اللي هنتابعه مع حضراتكم خلال الفترة اللي جاية. لكن الجانب أو العنصر الكويس أننا لحد نهاية الأسبوع الحالي درجات حرارة ما بين 35 ل 36 على القاهرة بتوصل ل 39 وأحيانا 40 على محافظات شمال الصعيد، دي تعتبر درجات حول المعدلات او اعلى من المعدل بدرجه واحده على اقصى تقدير. كمان بنلاحظ بعض نسمات الرياح في احيان متفرقه من اليوم خاصه خلال ساعات الليل بتخلينا نحس بتحسن الاجواء بشكل اكبر. طيب حضرتك بتقول لنا ان اذا الموجه اللي جايه دي مش زي الموجه اللي فاتت وهتكون كمان عمرها يعني اقل من عمر الموجه اللي فاتت او هتستمر معانا لوقت اقل، وده يعني في اوائل شهر اغسطس، مع العلم ان التوقعات على مستوى العالم بان شهر اغسطس هيكون الاصعب على الاطلاق وان هيكون بيشهد اعلى معدلات ارتفاع في درجات الحراره، فيعني ايه الكلام بقى يعني بالنسبه للمعدلات المتوقعه المرتفعه دي على مستوى العالم مش مصر بس، يعني صحه هذا الكلام ايه؟ يعني على مستوى العالم طبعا مساله التغيرات المناخيه مع وجود ظاهره النينيو، ظاهرة النينيو خلينا نقول انها على اقل تقدير مستمرة حتى نهاية العام الحالي، وبالتالي تأثيرها طبعا مرتبط بارتفاع درجات الحرارة جنبا الى جنب مع التغيرات المناخية، فبكل تأكيد صيف هذا العام يمكن هيعدي في درجات حرارته الرقم القياسي اللي سجلناه في 2016 اللي هي كانت العام الأسخن على الإطلاق في السجلات. لكن على كل حال على مستوى مصر خلينا نقول ان شهر أغسطس تحديدا هذا العام توقعاته انه على كل حال هيكون اعلى من المعدلات الطبيعية. محافظات الجنوب تحديدا شمال وجنوب الصعيد هي اللي ليها النصيب الاكبر من الارتفاعات في درجات الحراره. بالنسبه للقاهره والسواحل الشماليه هنلاقي ايام حول المعدلات الطبيعيه وايام ثانيه اعلى بمعدل درجه لدرجتين على اعلى تقدير. لكن محافظات الجنوب زي ما قلت لحضرتك ممكن في بعض الايام نلاقي فيها ارتفاعات ملحوظه في درجات الحراره بشكل كبير، لكن برضو نفس التوقعات بعيدة المدى اللي دقتها مش قوية بالمناسبة. التوقعات دي بتقول ان شهر اغسطس في مصر تحديدا هذا العام هتكون الموجات الشديدة الحرارة فيه مش بنفس المدة اللي شاهدناها في شهر 7. احنا في شهر 7 شفنا موجة لمدة اسبوعين متوسط صحيح. درجات الحرارة كانت من 37 ل 40 بالنسبة للقاهرة، لكن ان شاء الله في الشهر اغسطس هتكون يومين او ثلاثة على الاكثر تعود مرة اخرى للمعدلات ثم ممكن ترتفع بعد كده مرة ثانية وهكذا.